ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة برنامجنا فقرة الصحة والرشاقة، واللي طبعا هنتكلم فيها النهاردة عن مشكلة كتير بتشتكي منها مش عارفين لها حل، وهنعرف ايه هو حل المشكلة دي. جوع نص الليل اللي دايما بيها جبنة ويخلينا رايحين جايين على التلاجة نقضي على الأخضر واليابس زي ما بيقولوا. هتكلمنا في الموضوع ده النهارده أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، عاملة إيه المشكلة العويصة دي؟ أنت جايبة لنا مشكلة فظيعة نواجه بيها نفسنا دي الظروف الصعبة وبداية فصل الشتاء اللي احنا دايما البعبع بتاعنا. انه يعني اللي احنا المفروض نعرفه علميا انه فصل الشتاء ده ممكن يبقى اكتر فصل الواحد بالظبط. دي حقيقة فعلا. طب قولي لنا بقى، يعني كلمينا قولي لنا هو بداية بيحصل، هل بيحصل لنا احنا حاجة في جسمنا ولا عشان احنا بنتعرض للبرد؟ يعني جيبيها لنا كده دكتور ماي. هو الجوع نص الليل دوت او فصل الشتاء هو دي مش مشكله احنا اللي خليناها. ازاي بقى؟ بطريقه الاكل بتاعتنا، ان احنا طول اليوم بناكل اكل مش صحي واكل بطريقه اكلي، فهاجي بالليل هلاقي نفسي جوعت لان انا ما اديتش جسمي الطاقه اللي هو محتاجها جوع، عشان هو في حاجات لسه ناقصاه. فبيديني بقى علامه ان انا جعانه، لان انا يا عيني ادخل له حاجه صحيه بس بيلاقيني ان انا بدخل له بقى جوع نص الليل اللي هي بقى النشويات حلويات، فبرضه بدخل له حاجات مش صحيه، مش هو ده اللي عايزه. ايوه. فانا اني او يخليني ان انا احس ان انا جعانه عشان هو عايز طاقه، عايز فيتامينات، فدي اللي انا اللي عملنا مشكله جوع النص الليل. هي علميا ما فيش حاجه اسمها نوع جوع نص الليل او فابدا اكل، مفيش حاجه اسمها كده. انا اللي عملت كده بعمليه ان انا باكل الجسم الاحتياج بتاعه كويس. فلو انا اكلت صح وفهمت جسمي امتى انا بجوع احتياجاته مش هيبقى فيه بعبع ولا وحش ولا اي حاجه خالص من الحاجات دي. هايل جدا. طيب هنبدا نحكي عن نعالج المشكله دي ازاي، نساعد فيه مساعدة. اكيد طبعا، خصوصا كمان الاطفال، يعني مش احنا بس، احنا كبار وصغيرين بنتعرض لنفس ده. عايش مع ده وتلاقي حلول لولادها عشان بيبقى عندها الباور انها تعمل ده، اكيد بس نفسها ممكن صح. فخلينا نقول ايه الناس بقى اللي بتبدا يعني يبقى عندها المشكله دي، مشكله انه مثلا بيشتغل طول كل وجبه واحده بس بالليل، ما دي برده مش بس مشكله الجوع بس كده. هل بقى الوجبه دي في وقت مضطر انه ياكلها في وقت واحد بس؟ نساعده ازاي بقى؟ ما اول حاجه نص الليل، يعني احنا ليه عملنا في جسمنا كده وخلينا الجسم يطلب الاكل بالليل متاخر كده؟ صح، لحد قبل ما بنام مثلا انا زي ما قلت لحضرتك مش بدي جسمي الاكل او الفايده والغذاء، اكلي كله نشويات وحلويات، فطار غدا عشاء. فايه اللي بيحصل لجسمي نشويات او حلويات هو مش محتاجها؟ انا بعمل كده الانسولين عندي او السكر في الدم بيفضل، معنى ايه برضو خلينا نبسطها كده بطريقه لطيفه. ان انا ما دلوقتي كلت اكله المكرونه بشاميل كيك حلويات اي حاجه، ايه اللي هيحصل اول ما اكلها؟ السكر في الدم هيضرب، هيعلى الجسم هيدي اشاره للبنكرياس عندي هو ده المسؤول ان هو يطلع هرمون الانسولين، هو اللي مسؤول ان انا يا اما اتخن بسببه يا اما اخس بسببه. فهيضطر الكمية السكر اللي في الدم، لان طبعا السكر لو زاد في جسمي دي حاجه مش كويسه. صحيح. فهيضطر انه يقلل وهياخد السكر دوت ويدخله جوه خلايا الجسم بتاعتي. ليه؟ عشان يدي جسمي، فبالتالي جسمي هيديني الطاقه اللي انا عايزاها. كويس. كتر بقى ما انا باكل نشويات في الطور غدا تمتص جدا بسرعه جدا في جسمي. فبعد ساعه او ساعتين هلاقي نفسي جعت، اكل عادي لا هو هيطلب النشويات والحلقة. ساعات احنا بنقول انا نفسي اكل حاجه مسكره جدا. صحيح. حاجات معينه بالظبط، عشان انا كلت نشويات او حلويات ودي امتصاصها سريع بدات عايزه الغذاء وعايزه الفيتامينات تاني. فانا كده من كتر بقى ما باكل حلويات ولا متنوع ولا في بروتين، والنشويات مفيده ليا اصلا بس لو انا كلتها بمقدار معين ساعتها انا بفيد جسمي. ما اكلتش بقى خضار فاكهه الحاجات دي كلها هتعود على جسمي انها
الغذاء عشان يقدر يديني الطاقه. لو انا بقى ما اكلتش النشويات اللي هو طلبها مني هبقى همدانه، فساعتها هلجأ ان انا لازم اديله حاجه مسكره دلوقتي، وده اللي بيحصل لنا جوع نص الليل. على مدار اليوم ما اديتلوش احتياجه، فبالتالي هو مش هيقدر يديني احتياجي من الطاقه، يبقى شكل جسمي رفيع. بالعكس انا طول الوقت عايزه ادخله اكل فهتخن، فالانسولين مش هيلاقي الخلايا، الخلايا هتبقى قفلت خلاص، هي اكتفت كده كفايه سكر قوي لحد كده، هيبدا على شكل ايه بقى؟ طبعا دهون، ده اللي هيسبب لي السمنه. ده بقى اللي احنا بنربط جوع نص بان انا على مدار اليوم اكلي مش صحي. عشان كده احنا دايما بنقول لازم اكلي يكون صحي، لازم يعني زي ما حضرتك لسه قايله، مثلا لو حد طول اليوم ما اكلش بس لازم ياكل بالليل، هو ممكن اصلا بالعكس، بس لو انا اديت الجسم الاحتياج بتاعه من البروتين من نسبه النشويات بقى اكيد عوامل مساعده. لان في ناس بتجوع نص الليل وتقول لك انا مش بقدر، يعني فعلا عايزه اكل حاجه مسكره، لو ما اكلتش ممكن ادوخ، وفي ناس بتوصل لحالات اغماء. عايز دلوقتي باور عشان يقدر يكمل نشاطه او يقدر يعني تقدر تتحرك، اي مثلا معلقه سكر اي حاجه، فانا كده ضربت الانسولين فجاه فالزجزاج ده بيلخبط سيستم جسمي، بيلخبط الحرق بتاعي. فانا لازم بمواعيد اكل معينه، اكل متنوع مع كورس بقى يزود الحرق بتاعي، الحمل الحرق اللي عندي، شويه السكر يعلى شويه السكر وقت هرمونات الحرق عندي وقفت تماما مفيش حرق، وهوصل لفتره الثبات اللي كل الناس بتعاني وهي مش فاهمه ليه، مع ان انا ماشيه على الدايت وباكل، ما انت بوظتي السيستم بتاع جسمك. فهي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها، ان احنا مش فاهمين جسمنا، مش فاهمة جسمي امتى محتاج ايه النظام بتاعه. دي المشكلة، ان احنا لازم نفهم الجسم واحتياجه وهو بيحتاج ايه. كلمينا بقى يا دكتور عن العوامل المساعدة، العوامل المساعدة اللي احنا ممكن تساعدنا ان احنا يعني نقنن الشهية شوية، وفكرة الاكل بالليل ونخلي معدتنا سيستم تاني جسمي بشكل جديد، امشيه على نظام كويس. تمام. معانا طبعا اكيد الاناسيليوم، فكلمينا الاول عن ايه هو الاناسيليوم لكل الاصدقاء، وناخد بقى الموضوع كده خطوه خطوه. تمام. الاناسيليوم احنا عندنا مجموعه كورسات لكل مريض السكر، بنرشح له الكورس المناسب ليه، لان طبعا اصحاب الامراض المزمنه لازم نكون شديد كويس. لازم نديهم حاجه تظبط نسبه السكر في الدم. انا عندي الجسم هيبدا يحرق، خسيت امتى؟ لازم يبقى في موازنه بين نسبه السكر في الدم وبين الانسولين. لو انا التوازن ده في جسمي، ساعتها جسمي هيبدا يحرق دهون من الدهون الداخليه، ساعتها احس ان انا شراهتي للحلويات والنشويات دي قلت بشكل كبير جدا. وده اللي احنا في المنتجات بتاعتنا زي الاناسيليوم، عباره عن ايه؟ عن سيليوم هاسك، دي زي 100% بتتحط كياس صغيره كده، بتتحط في نص كوبايه ميه رئيسيه، مثلا فطار غدا او الاكله اللي انا بدب فيها اكتر، يعني اكتر اكله ممكن مثلا باخدها قبليها بنص ساعه، بس لازم بعديها اشرب كوبايتين ميه كويس. عشان تنفش في المعدة أول ما بشربها، فبتعمل امتلاء كبير في المعدة، فأنا ساعتها لا حاسة أن أنا معدتي خلاص بقى مليانة، بس مش مليانة أن أنا في ناس تاكل أكلة تقولك أنا أنت حاسة بالشبع، وبالعكس أنت حاسة أن أنت معدتك خفيفة على الرغم أن هي أصلا في، هتحسي بالشبع، هتحسي أن أنت كمان فيها فيتامينز كتير جدا، أهمها فيتامين دي، ده في حاجه مهمه جدا اسمه مضاد، بيعمل فيه مواد فيها مضادات للاكسده. بيعمل ايه في جسمي؟ بتعمل حاجه بتنقي جسمي زي ديتوكس كده، بتخلصه من السموم اللي موجوده. الجذور الحره، ايه الجذور الحره ديت؟ دي بتبقى موجوده او انا بتتعرض للجسم، بتعرض له طول اليوم بقى، الهواء، عوادم العربيات، الحاجات بالظبط تيجي يا اما بتبقى على بشرتي من بره يا اما بتدخل جسمي. احنا عشان كده بننصح كل يوم بقى، سواء في العصاير برتقان مثلا، في الدواء، في الاذية
نسبة عالية جدا عشان يعني تناسب كل الفئات العمرية وتديني أعلى كويس دي. قوي. بتعمل ايه بقى؟ الجذور الحرة لو فضلت على الجسم او البشرة ساعتها بتكسر الكولاجين، دول اللي موجودين على بشرتي عشان يدوني النضارة واللمعة اللي في الوش، وانتي خسيتي بس شكلك حلو وصغرتي في السن. فلو دي فضلت موجودة السوداء، شحوب في الوجه، تهدل في الخدود، تلاقي الخدود بتبقى واقعة، الحاجات دي كلها فيتامين سي بالنسبة الكافية ان هي تمنع تهدل البشرة او بهتانها، وكمان جدا للمناعة، فهيبقى مناسب عندي لاصحاب مرض السكر، اصحاب مرض الضغط، لان هو بيظبط نسبة في الدم. فاحنا اعتمدنا ان احنا كل حاجاتنا تبقى طبيعية وتناسب الاطفال. مشاكل الناس الكتير اللي بتقولك انا خسيت بس شكلي تعبان، فلا يعني انت هتخسي وهتحسي انت شراهتك للحلويات والنشويات دي قلت، وبالعكس هتيجي نص الليل انت مش عايزه تاكلي. انت ممكن الاناسيليوم ده هو طعم بطعم الاناناس، وفي سكر طبعا، سكر ملوش ولا بيعلي السكر في الدم ولا اي حاجه، وينفع يدخل ان انا اشربه لو شربته كوجبه مثلا قبل النوم. انا كده اديت لجسمي احساس الشبع، اديته كاني عارفه احنا لو بناكل حاجه مسكره بنحس بالانتعاش او مبسوطين، فانا اديت الجسم، وفي نفس الوقت انا شبعانه، وفي نفس الوقت ما بقيتش عايزه ان انا اديله نشويات او حلويات. وجبه مثلا عشاء احط مثلا الباودر اللي هي الالياف دي على كوبايه زبادي، كده عملت معادله حلوه جدا طب يعني. حلو ده. كوجبه عشاء خسيت منها، حسيت عايزه اكل تاني، خلاص نمت خفيفه. ولو صحيت بقى في اي وقت وفضلت سهرانه انا مش هو جسمي السهر ده اللي هو اصلا اللي محتاج بيودينا في داهيه، بالظبط. السهر ده اللي بيحسس الواحد ان هو قاعد فاضي ما بيعملش لو حاجه، كان طويل المطبخ تلقائي هتلاقي نفسي بدوس على الكاتل، ما انا ايوه هعمل، لازم اعمل انا مشروع، مش عارفه انا عايزه اشرب حاجه دلوقتي. وبعدين اسمع بقى كله بيقول طب انا عاوز كذا وانا ايوه عاوز كذا، فبقى فتلاقي انا بقيت على شويه ايه، طب ما فيش بقى حاجه كده دخلت كيك في قصه مثلا. انا بس اخطات بالخطا ايوه سهوا. يا ريتني ما دخلت. فدي حاجة حلوة والله يا دكتور، انت بتتكلمي في حاجات مهمة جدا بتحصل لنا كلنا. بالظبط. طبعا. طيب قولنا بقى، انا هبدأ اخده وهمشي عليه الفترة، هو ينزل جسم قد ايه؟ يعني خلينا نتكلم عن الاجسام اللي هي ما عندهاش مشاكل صحية، تمام. وبعدين نتكلم على الاجسام اللي عندها مشاكل صحية زي مشاكل في الغدد، اللي هي عندها ثبات في الوزن فترة، ده اللي دهون عندها متعنتة دي. تمام. قولنا بقى. كتير خست معانا، وطبعا شفنا في الحلقات اللي قبل كده بيفور اند افتر، في حالات خست معانا بال70، وفي ناس ما كانش عندهم اي مشاكل، وفي ناس مثلا اللي هو الاتنين 3 كيلو الاخرانيين اللي مش راضيه تتحرك دي، احنا قدرنا معاهم ان احنا نطلع من فتره الثبات او فتره ان الجسم يعني ان هو خلاص اتعود على النظام الغذائي بتاعي، فانا ساعتها لازم هغير النظام الغذائي. لما اجي اعمل دايت اتابع مع دكتور تغذيه متخصص عشان هو اللي هيقدر يفهمني جسمي. زي ما قلت حكي الاناسيليوم، احنا كنا حريصين ان احنا نحط فيه فيتامينز، نحط فيه مينرالز، معادن كتير زي مثلا الصوديوم والبوتاسيوم. البوتاسيوم ده مهم جدا جدا ان يبقى الغذائي بتاع النظام الغذائي بتاعي، وموجود برضو في الاناسيليوم بنسبه ان هو بيحسن احساس الشبع اكتر. فده بقى طول اليوم لو انا خدته على قبل اي وجبه انا هحس انه انا الالياف نفسها ان هي بتحب الميه فبتنفش. لا ده في كمان البوتاسيوم، والبوتاسيوم عن احساسي بالشبع لاطول وقت ممكن. ففي عناصر انا ممكن اسقطها، فاحنا بنعوضهم بقى، بنحطها في النظام بتاعنا، الكورسات بتاعتنا، عشان لو ان في ايه معادن جسمي محتاجة. الكلمة المتعارفة اكتر الفيتامينات، انما انا مش عارفة يعني ايه بوتاسيوم لو انا مثلا ما خدتوش في جسمي. وهو فاحنا بيبقى في ايه في الاكلات يا دكتور؟ مثلا البوتاسيوم مثلا ممكن مثلا في الدهون الصحية، في زيت الزيتون، في حاجات كده معينة، في ما بتبقاش حابة طعمه، او بس انا مثلا بقى هعمل لهم اكله بالافوكادو جامده جدا، الافوكادو ده شبه سلطه بس اصلا وفوائده حلوة جدا اكيد، وفي للجسم. العصاير مفيد، حتى الرياضيين بيبقوا مفيدين بالظبط. ولو جدا. انا حطيته في
العشاء هتحسسني بالشبع اكتر. فالافوكادو من الحاجات المهمه قوي للناس، مش جدا. اه طبعا، بس طبعا كل حاجه لازم اخدها بالمقدار بنسب. ايوه طبعا بالظبط. اه كل حاجه بتتقلب ضدها زي ما صحيح، بيقول. بوتاسيوم ده اصله كمان خطير. اه بالظبط. ففي ناس كتير مش عارفه اهميه لما تبقى انا جسمي مفتقدها، ساعتها انا بوقف الحرق وانا مش فاهمه فيه ايه. فبنوصل انا برضو، ولا العميله مثلا بتتابع معانا مش يعني لو انا جيت سالتها هل انت اكلك النهارده فيه، مش مش هتبقى هتعرف، عارفه، لكن كلتي النهارده كذا وكذا هتفهم اكتر. هتفهم. واحنا كمان بنبقى خلاص عرفنا ايه موجوده في الكورس، فاحنا بنسبورت ليها مع النظام الغذائي. وفي ناس كتير تقول لك يا دكتور انا مش، ما يعني بصي هحاول ممكن اقلل الكميات، بس ان انا بقى ابقى قاعده وتقولي لي قللي الكميات، لا. هيتضايقوا. فساعتها احنا بنبقى، احنا اهم حاجه الراحه النفسيه ان صح. هي تبقى مرتاحه ايه وتتعاملي معاها. بالظبط، نقدر نتعامل. عشان هي كمان احنا اهم حاجه عندنا الاستمراريه، ما انا ايوه مش عايزه لازم او وبعد هي كده ارجع تزهق. تاني اه احس ان انا بالظبط مش قادره كده. اكمل. طب خلينا ننزل الصفحات مره تانية، اكيد ارقام دايركت، وفي كمان الارقام. تواصل عن طريق الواتساب ممكن اللي مش عارف يوصل. الارقام ديت مكالمات او بتاعتنا على الفيسبوك اون دي تارجت فارما دي الصفحة الرئيسية بالظبط، للشركة. والاوفيشال بيج على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاعتنا اون تارجت فارما على الانستجرام. بسهولة يبعتوا لنا مسجات او يتصلوا بينا او واتساب، هيلاقوا الفريق الطبي هو اللي بيرد عليهم. وبنبدأ طبعا الفريق الطبي ان دول كلهم معظمهم دكاترة، يعني اعرفي كلنا، اصدقائنا اللي لسه الفريق بنضم الطبي للفقرة. كلنا ودكتور نهال حافظ هي المانجر بتاعتنا اصلا في الشركه. هي تروح لدكتور مين بالظبط؟ في ناس متخصصه في التغذيه الرياضيه، برضو في ناس بقى بتبقى عايزه تعمل بقى الريش جيمات، احنا بنقدر نقول لهم برضو ايه التمارين. لو واحده مثلا مهتمه ان هي بتنزل الجيم تلعبها مثلا، عايزه تعمل شيب معين لجسمها مع النظام الغذائي مع الكورسات الاساسيه، نقدر نوجه كل الناس لكل يعملوا ايه الاكتيفيتيز، ايه النظام، ايه الكورس الصحيه بتاعتها. فاحنا بنتابع بقى معاهم من الاول خالص، بناخد الهيستوري بتاعتها قبل كده، هل في ادويه دايت خدوها، خدوها. لان ادويه الدايت المنتشره دلوقتي على النت للاسف يعني اسمه للحرق، ما و بس معظم الناس الثقافة دلوقتي أصبحت تتجه في للحاجات وعي الوعي، وإن هما مش عاوزين الحاجات الخطيرة وبدأوا يفهموا إيه الفروق. بالظبط. فإحنا الحمد لله. اكيد. ما احنا برضو في ناس مثلا يكلمونا يقولوا طب ايه اللي بيميز مثلا انا سيليم عن نجيب شبهه بالظبط، صحيح. ايه اللي بيميز؟ هو اللي بيميز ان احنا مش حاطين الياف انا سيليم بس، احنا حاطين معادن. داعمين. اكيد طبعا، عشان ندي بقى الناس ما تخسش فيها. زي ما قلت حاجه، في حالات عندنا كيلو، الله ما شاء الله. فالخسسان الكتير في الدهون ده ممكن يعمل ترهل في الجلد، البشره، ترهلات بتحصل لان احنا بنخس بالراحه، بنحسس الجسم كده ما ينفعش حرمته من الاكل مره واحده هندخل في مشاكل صحيه. فاحنا كنا حريصين ان كل مدعمه بفيتامينات، مدعمه بمعادن، ميه، نحس بالشبع، نحرق دهون. غير بقى كمان عندنا سكر دايت، لو في ناس بقى بتحب الحلويات والحاجات ينفع ان انا اعمل بيه كيكس صحيه، ممكن اشرب بيه اي حاجه انا عايزاها ملوش اي تاثير على الصحة. رغم ان مثلا في ناس يقولك انا هستبدل السكر الابيض بالعسل، هو العسل طبعا طبيعي ما هو سعرات. وكمان هو غير السعرات، هو ما ينفعش لاصحاب مرض السكر لان هو هيعلي الانسولين، فالمفروض اصحاب مرض السكر يبعدوا عن العسل. ايه البديل بقى؟ اكيد مش هستخدم يعني هي مش هي. كويس. فبنستخدم سكر السلسل لان ده ملوش تأثير خالص على السكر، زيرو كالوري، زيرو فايتس، ما خالي من الاسبرتام، كل الحاجات دي احنا كنا مهتمين بيها بيدخل على ومهتمين نعمل بيه كيكس كوكيز بقى. الشتاء احنا داخلين بقى اكيد لا لا عايزين لا نعمل قعدات بالليل بقى مبسوطين ومن غير ما نتخن، بالعكس احنا هنخس اصلا الحمد يعني. لله. طيب اسمح لنا بقى نعرض اخر حاجه اكيد. فاينل وننهي الحلقه. تمام. احنا ارقام اللي ظاهره على الشاشه، مكالمات، بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاعت دكتور نهال حافظ، واون تارجت فارما على الانستجرام. هايل جدا. طبعا بشكرك طبعا،
كنت ضيفتي اللي شرفتني نورتني دكتور مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه فريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني يا دكتور. شكرا. وطبعا بشكر حضرتك المتابعه، واسمحوا لي من هنا لحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوفكم على سعاده، وسلام عليكم.